هل الحاكم بغير ما أنزل الله مستحل لذلك؟ أو يرى أن حكمه أفضل من حكم الله عز وجل؟ أفضل من حكم الله عز وجل؟ إن كان كذلك فيكفر. إن كان جاحدا لحكم الله ويرى أن حكمه أفضل من حكم الله ويساويه، لكن إذا قال حكم الله أفضل لكن الظروف تمنعني من تطبيقه، فهذا كفر دون كفر.